خبرة ومهارة في التعامل مع العلاج المظبوط تقدر توصل إلى النتائج اللي احنا بنرجوها. السؤال التاني واللي حضرتك قلته، فكرة الدعم، ازاي ممكن الطبيب يدعم وازاي ممكن المجتمع يدعم؟ لو احنا بنتكلم عن حالة مرضية، شخص عادي او شخص مشهور. بصي، الشخص العادي دعمه هيبقى من اسرته. كويس، وهديكي مثال بسيط جدا. الدكتور اشتغل على العيان وعالجه والعيان بطل مخدرات فعلا ورجع عاش في البيئة بتاعته اللي هي أسرته. بقى لما يجي البيت متأخر مراته تقول له، وبيضحك، هو جاي متأخر وبيضحك، وبيضحك ليه؟ ده شكله واخد حاجة، جاي متضايق ومتعصب عشان حاجة حصلت في الشغل، هو متعصب ليه؟ ده شكله واخد حاجة. أو جاي جعان وكل كتير، هو كل كتير ليه؟ ده شكله واخد حاجة. أو جاي ملوش نفس، هو مكلش ليه؟ ده شكله واخد حاجة. إذا كل واخد، مكلش واخد، مبسوط وبيضحك واخد، متضايق ومتعصب واخد، نام كتير واخد، مش جاي له نوم واخد. طب ده انا كنت باخده انتوا كنتوش تعرفوا. بعد ما قلت لكم، بعد ما بقيت كويس، كل شويه يفكروه. بصي، العيان في لمبه في دماغه، اللمبه ديت مادام خد مخدرات فبقى في بؤره موجوده في الدماغ بتحمل ذاكره الميموري بتاع المخدرات. اللمبه دي مطفيه طول ما هو بقى كويس، خلاص اتعالج وبقى كويس، اللمبه مطفيه، بس اللمبه موجوده موجوده لكن مطفيه. لو انا جيت فكرته بالمخدرات او وريته المخدرات او قعدته مع الناس اللي بتاخد مخدرات، اللمبه هتبتدي ترعش وبعدين تنور، اللي هو بيسموه القرد هيتنطط، فيبتدي يمسك نفسه شويه، التانيه بعد كده هينزل. فاذا الفرد العادي الدور الاجتماعي بينحصر في اسرته والناس اللي حواليه. كويس. الفرد اللي هو غير عادي اللي بنسميه شخصيه عامه، واحنا هنا بنتكلم كلام في العموم، شخصيه عامه، ده بيحتاج دعم اجتماعي ويحتاج دعم من كل الناس اللي حواليه. فاذا كان هذا الشخص ممثل فبيحتاج من الفنانين زمايله، وبيحتاج من الناس اللي بتحبه من جمهوره، بغض النظر عن الوضع اللي هو فيه. لان الدعم ده غير لما تيجي تبص حاجه تانية تلاقي الناس عماله بتزعق وتشتم فعشان كده الميديا بالذات سلاح ذو حدين، اذا لم يستغل بطريقه ايجابيه هينقلب الى طريقه سلبيه ومدمره. ازاي يا دكتور؟ يعني احنا لو عندنا حد مشهور واحنا بنحبه، ازاي ندعمه؟ بعد من الكلام كتير في الموضوع، هو ده الدعم؟ ان احنا نسيبه اما تتكلم بطريقه سلبيه ما هو مش كويس. ما انا عايزه اقول بقى ايه الكلام الايجابي اللي ممكن يدفعه ان هو يقبل مرة أخرى، وإن هو يؤدي أعماله الفنية مرة تانية ويشتغل مرة تانية ويعود لجمهور. أما يبتدي ينزل بقى الساحة، هنا الدعم يبان منكم. أوكي. أما ينزل الساحة، الله، أنا قاعد في بيتي، أنت هتدعميني وأنا قاعد جوه إزاي؟ أنا قاعد في بيتي. لكن أما أجي أنزل الساحة وأظهر، أظهروا دعمكم ليا. واخدة بالك؟ لأن أنا هبقى معاكم. أنت هتدعميني إزاي وأنا مش معاكي؟ فأنا معاكي. بس اللي انا بقول عليه ان الكلام الكتير نتائجه احيانا بتبقى مش حلوه، يعني ده في العموم، احنا بنتكلم في العموم كله، ده في الحقيقه. ماشي، انا عارفه ان حضرتك مش عايز يعني تتكلم عن هذه الحاله تحديدا، حاله الفنانه شيرين، وانا هحترم ده، بس خليني